مشاهدينا الكرام، حول هذا الموضوع نرحب بضيفنا عبر سكايب السيد سليمان خير الله، مدير جمعية مسلمي أوكرانيا. سيد سليمان، السلام عليكم وتحية لك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وتحيتي لجميع المشاهدين لبرامجكم، بارك الله فيكم. تحية لك سيد سليمان. في البداية لو تصف لنا الأوضاع في ضواحي كييف، كيف هي اليوم؟ طبعا اليوم ضواحي كييف هي تحت القصف، والآن الحرب القائم خصوصا في ضواحي كييف، لأن جنود الروس يريدون السيطرة على كييف والدخول فيها، لكن ولله الحمد ما يستطيعون هذا، لأن الجيش الأوكراني مع جميع المقاتلين يدافعون عن كييف. ولله الحمد نجاح واضح، وقل قصف على كييف مع المقارنة مع أيام الماضية. اليوم كان قصفين، في ضرب صاروخ الروسي على منطقتين في كييف، ويوجد جرحى ويوجد موتى، لكن بمقارنة مع الأيام الماضية نعتبر أنها قل. فيما يتعلق بأوضاع المسلمين في كييف، كيف كان عددهم الحقيقي قبل الحرب وعمليات النزوح والهجرة؟ واليوم هل هناك إحصائية، أو هل هناك إحصائية حول من خرجوا من العاصمة كييف؟ حقيقة إحصائيات دقيقة لا توجد، عدد كم كانت عدد المسلمين في كييف، لكن قرابة 100,000 كان عدد المسلمين في كييف. ووضعهم قبل القصف كان وضعهم جيد، وكما تعرفون أن دور المسلمين ودور المراكز الإسلامية في أوكرانيا وخصوصا في كييف كان لهم دور كبير، وكان أمن وسلام، وكان الإسلام ينتشر في المجتمع الأوكراني، وجمعية مسلمي أوكرانيا وجمعية الأخرى كانت تقوم بمشاريع دعوية في الشوارع وفي المراكز في مناطقهم، وكان وضعهم جيد، بل نقول ولله الحمد ممتاز. لكن لما جاءت حرب روسيا طبعا الوضع تغير، فرغت المساجد والمراكز، لكن وأكثر المسلمين تمكنوا من الخروج من كييف، لأن كان خطر كبير عليهم. لكن تقريبا 90% من المسلمين خرجوا، والبقية هم الذين بقوا ليدافعوا عن أنفسهم وأموالهم مع الجيش الأوكراني، والبقية هم النساء والأطفال اللاتي لم يستطيعن أن يخرجن من بيوتهن وأماكنهن بسبب وضعهم أو تلك المناطق كانت تحت القصف الشديد، وهي منطقة بوتشا ومنطقة إربين، هي في ضواحي كييف، تبعد عن كييف قرابة 10 كيلو. لكن الحمد لله مع كل يوم يحاولون الجيش الأوكراني أن يخرجوا المدنيين من تلك المناطق. والوضع الآن طبعا الحمد لله المراكز الموجودة في كييف الآن غيرت قليلا عملها المعتبر عندهم وعادي. الآن طبعا تقام الصلوات الحمد لله، وتصلي الصلوات الجمعة، لكن عدد المسلمين نقص كثيرا. لكن طب هؤلاء، نعم سيد سليمان، هؤلاء 90% الذين خرجوا إلى أي المناطق توجهوا؟ هل خرجوا إلى مدن أخرى في غرب أوكرانيا، أم استطاعوا أن يهاجروا إلى خارج البلاد إلى أوروبا؟ طبعا كل من خرج من كييف كلهم كانوا متجهون إلى غرب أوكرانيا، والغرب أوكرانيا هي كنقطة أو محطة أولى كانت فيها أمن
طبعا، وكما أعرف أن كثير منهم تمكنوا واستطاعوا أن يخرجون خارج أوكرانيا إلى بولندا وموزافيا ورومانيا وتركيا، كل وإلى ألمانيا. لكن كما أعرف عدد كبير، على إحصائيات اليوم تقريبا 2 مليون من النازحين من أوكرانيا خرجوا من أوكرانيا، فعدد كبير جدا بقوا في غرب أوكرانيا في مدينة لفوف ومدينة إيفانو فرانكوفسك وكارباتا وتلك المدن.